جاهزة للتربوي وللطلبة والمعلمين. تمام. طبعا اليوم شهدنا تكريم العاشر لجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة، جائزة تربوية، وطبعا جائزة سنة عن سنة تشمل فئات أكبر. شفنا على سبيل المثال السنة هذه كان أيضا تكريم لأساتذة في التعليم العالي من جامعة الأمارات ومن جامعات أخرى، وتغطي العملية التربوية بشكل عام. تم أيضا الإعلام من قبل صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس وزير شؤون الرئاسة باستحداث فئة جديدة وهي الأسرة، وكنا نعلم أيضا أهمية ودور الأسرة في تربية الطلبة وفي أيضا العملية التعليمية بشكل عام، أن التربية والتعليم مكملين لبعض. لا تستطيع أن تربي الطفل بدون ما تعلمه، ولا تستطيع أن تعلمه بدون ما تربيه. فإضافة فئة الأسرة للعام المقبل هو شيء جدا مهم، وأيضا في ظل دخول التربية الأخلاقية أيضا في المناهج، فهي عملية شاملة أكثر شمولية، إن كانت من مواد في المناهج وإن كانت أيضا من ناحية فئة إضافية في الجائزة. طبعا مثل ما تشوف الكل سعيد في هذا اليوم، بهجة على وجوه جميع المشاركين. تم أيضا تكريم المساهمين في العملية التربوية من الموظفين اللي كملوا أكثر من 43 عام، تم تكريمهم من قبل الشيخ منصور الشيخ عبد الله، وهذا أيضا دلالة على أهمية القطاع هذا وأهمية العطاء فيه، وهو بالتالي محرك للاقتصاد في الدولة كلها، وإن شاء الله نحن نتطلع دائما إلى الوصول إلى الأفضل، إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وهذا لن يتم إلا بتكريم أهم الرموز التي ساهمت في تطوير العملية التربوية. شكراً.